بيعايرونا بفقرنا، بس أنا مش هسكت. 50% من مساحتك يا مصر عشوائيات. هو ده التحدي اللي احنا عايزين ننجزه وعايزين نهزمه. برؤية رئاسية ثاقبة وبصيرة نافذة، قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ملحمة تغيير حياة أكثر من 1,000,000 مواطن مصري من النقيض إلى النقي. والله لا يليق بنا إن احنا نعيش إلا ما نحل المسائل دي ونخليها تليق بمصر وبالمصريين. انت بتدي للمواطن ده اللي كان قاعد في امر انت ما تتخانش واكيد ما ترضاش بيه، بتدي له شقه من دي بعشرة؟ طب ده حد في العالم عمله غيرنا؟ لا والله ما حد عمله غيرنا. بنحول حياتهم الى شكل يليق بيهم وباولادهم ومستقبل بعد كده. خلال الأعوام السابقة طبقت استراتيجيات شاملة وناجحة نجم عنها إنجازات باهرة، أبرزها تمثل في إعلان خلو مصر من المناطق غير الآمنة التي كان عددها 357 منطقة على مستوى الجمهورية تتوزع من الدرجات الأولى إلى الرابعة، وذلك في نهاية عام 2021. هذا الإنجاز الضخم الذي انطلق مع بداية الولاية الأولى للرئيس السيسي بلغ عدد المستفيدين منه بعد مرور 8 سنوات تقريباً 1,200,000 مواطن في 25 محافظة بإجمالي 246,000 وحدة سكنية وبتكلفة تقديرية بلغت 63 مليار جنيه للمشروعات والأراضي. قالوا العشوائيات والمناطق الخضراء 250,000 واحد. تعمل اتفرشوا الناس موجودة فيها. طب احنا ساكتين؟ لا، ولما بقول يا رب ارزقني اكتر عشان اعمل ايه اكتر، يعني ممكن اشيل 1,000,000 وحدة واحط قدام منهم 1,000,000 وحدة تانية. هذه النتائج العظيمة نالت إعجاب عدد من المؤسسات العالمية، أبرزها تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021 الذي أشاد وأشار إلى وجود إرادة مصرية كبيرة للحفاظ على كرامة الإنسان من خلال إنهاء أزمة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير الإسكان الاجتماعي للفئات المتوسطة. لا يمكن هنسمح أبدا إن احنا يبقى عندنا عشوائيات كده تاني أبدا.